رفضت حركة طالبان الأفغانية عرض الرئيس أشرف غني الإفراج المشروط عن 1500 سجين للحركة، مشيرة إلى أنها تنتهك الاتفاق الذي أبرمته الحركة مع الولايات المتحدة قبل أسابيع في الدوحة. وأكد طالبان أنها تجري محادثات أو أنها لن تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية قبل الإفراج عن جميع سجنائها البالغ عددهم 5000. وتعهد طالبان ببدء محادثات مع الحكومة في إطار الاتفاق فور تطبيق بند الإفراج عن السجناء، مشيرة إلى أن أي خرق لاتفاق الدوحة سيعني فشل المفاوضات بين الحركة وحكومة كابول. وقد دعت واشنطن الحكومة الأفغانية وطالبان إلى الدخول في مفاوضات عن الأسرى بين الطرفين، وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على مشروع قرار أمريكي يكرس الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وطالبان في خطوة نادرة للمجلس، كون الاتفاق تم بين دولة أجنبية وحركة مسلحة. هل تجد المعضلة الأفغانية في الاتفاق الأمريكي الموقع مع حركة طالبان مخرجا لدوامة العنف الدائر في البلاد منذ أكثر من 18 عاما؟ وكبادرة على حسن النوايا أعلنت الرئاسة الأفغانية أنها ستفرج عن 1500 من أصل 5000 سجين من عناصر طالبان، سيتم الإفراج عنهم وبصورة تدريجية في حال خفض طالبان وتيرة العنف بشكل ملحوظ. قرار كابول من شأنه أن يمهد لمفاوضات سلام بين الطرفين بعد الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان. من جانبها حثت الولايات المتحدة كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على البدء فورا بمفاوضات تنطلق من العاصمة القطرية الدوحة للاتفاق على تفاصيل المرحلة القادمة. وقال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليلزادة في تغريدة على تويتر أن الحكومة الأفغانية وافقت الجلوس على طاولة المفاوضات مع حركة طالبان. في غضون ذلك أكد مسؤول عسكري أمريكي أن طالبان برهنت قدرتها على التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي محدود، فيما بدا وكأنه بداية تقارب بين طالبان والبيت الأبيض. وجاء تصريحات الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشمل أفغانستان خلال جلسة مساءلة في مجلس النواب الأمريكي حول الأوضاع الميدانية بعد توقيع الاتفاق مع طالبان في فبراير شباط الماضي في الدوحة. وكان مجلس الأمن قد وافق بالإجماع على مشروع قرار أمريكي يكرس الاتفاق الذي وقع في 29 من فبراير شباط بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في خطوة نادرة للمجلس، كون أن الاتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة. وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل وعد من طالبان بنبذ أي عمل إرهابي. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأفغانية كابول عبد الجبار بهير المدير العام للمركز الأفغاني للإعلام والدراسات. أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تتابع هذا العرض من قبل الرئيس الأفغاني والقاضي بالإفراج عن 1500 سجين من حركة طالبان مقابل خفض وتيرة العنف والرفض المباشر من قبل حركة طالبان؟ نعم، كنا نتوقع من موقف الواضح للرئيس الأفغاني دائما في السياسة الأفغانية في الواقع الأفغاني أنه وكأن الحكومة الأفغانية وعلى رأسها الرئيس الأفغاني الحالي لا زال لم يوضح ثقته بين الشعب الأفغاني الموقف المتزلزل، وهو يتلاعب أحيانا بمشاعر الشعب الأفغاني. فكان هناك اتفاقات واضحة في الاتفاق بين حركة طالبان وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذه كانت قد وافقت عليها وراء الكواليس الحكومة وحدة الوطنية السابقة مع المبعوث الخاص للماي خليلزاد. لكن بعد إعلان الاتفاقية وبعد أن واجه الحكومة الأفغانية عدة تحديات سواء إقليميا أو دوليا أو محليا أو سياسيا في الواقع الأفغاني، كان هناك موقف مغاير لموقف السابق. ولكن الحكومة الأفغانية تتعهد أشرف غاني أنه نعم، ولكن الحكومة الأفغانية تعهدت بالإفراج عن الأسرى جميعهم أو البلغ عددهم 5000 سجين من حركة طالبان، ولكن بشكل تدريجي. لما يزعج ذلك حركة طالبان؟
الرئيس الأفغاني يحاول وبوحدته، الأمر الذي لا يستطيع أن يصل، يحاول أن يكون هناك وفد التفاوض الأفغاني الذي من طبيعته أن يكون شاملا لجميع الأطياف السياسية في أفغانستان، هو قد أخذه رهينا لسياسته الشخصية وأن السياسيين الأفغان لا يوافقون معه في هذه. وكذلك أن إطلاق صراح 5000 سجين بهذه الصورة، أنه سيكون هناك 1500 سجين وبشروط، ثم بعد ذلك سيكون هناك الدخول في الحوار الأفغاني الشامل الذي لا يتمشى أو لا يمشي مع طبيعة الاتفاقية. وحركة طالبان ترفض بشدة، وأن حركة طالبان فيما يبدو أنها تعرف موقف أشرف غاني أنها موقف غير ثابت، وأنه موقف يخدم سيد عبد الجبار شخصية. وكأنك تحصر كل الأمور بيد أشرف غني، الرئيس الأفغاني لا يتصرف من تلقاء نفسه، يعني كل هذه الإجراءات تأتي بعد اتفاق من المفترض أنه اتفاق سلام عقد بين الولايات المتحدة وحركة طالبان مؤخرا ووقع عليه في الدوحة اليوم. هل حركة طالبان يمكن أن تقبل، أو هل هي بحاجة ربما إلى وساطة جديدة من قبل واشنطن؟ هناك ضغوط أمريكية هنا في العاصمة الأفغانية كابول، المبعوث الخاص لا زال يحاور. نحن نواجه تحديين، تحدي الحوار الأفغاني الشامل الذي توقف وكان من المفترض أن يكون يوم أمس، قد بدأ في 10 مارس على حسب الاتفاقية، وتحدي الأكثر من ذلك هو الرئيسين في أفغانستان. فعبد الله عبد الله يعارض، وهو منذ يومين ولا يسمع يسمح للنائب الأول وللنائب الثاني، لا يسمح لدخول المكاتب. فأشرف غاني يواجه تحدي، لا زال أنه يعارض عبد الله هنا في كابول، ويعارض حركة طالبان وبصورته أحيانا أحيانا يكون له موقف مغاير، ليس موقف وطني. الشعب الأفغاني أو السياسيين الأفغان كلهم متفقون، وكلهم وهناك ترحيب دولي وإقليمي وشعبي على حول الاتفاقية، وأن مجلس الأمم المتحدة وافق على كل تفاصيل الاتفاقية بين حركة طالبان وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وكأن هذا ليس كلامي أنا، فالشعب الأفغاني أو السياسيين الأفغان يوجهون اتهامات إلى الرئيس الأفغاني، وكأنه يعني لا يراعي ما وصلنا وما وصلت هو الفكرة. مناسب للدخول إلى الحوار الأفغاني. أشكرك جزيل الشكر من كابول، عبد الجبار بهير المدير العام للمركز الأفغاني للإعلام والدراسات.